في موقع او صفحه اسمها ما تصدقش جابت كلام عبد الفتاح السيسي النهارده لما قال تفتكروا من امتى قلقت على المياه؟ من 2011 ما بقتش ارتاح من 2011 ان هيبقى عندنا مشكله كبيره قوي. اللي حصل في 2011 هو المدخل للتحدي ده. ده كلام عبد الفتاح السيسي النهارده. ردوا عليه وقالوا التصحيح كلام السيسي غير دقيق، لانه لا علاقه لثوره 25 يناير بخطه اثيوبيا بناء سد النهضه. أدي صبابت أعلنت عن نيتها إقامة سدود على أنهارها من عام 2001، يعني قبل الثورة بعشر سنين. من 2009 قبل الثورة بسنتين كانت مصر تدرس بشكل رسمي تأثيرات سد النهضة على حصتها من المياه، وشكلت لجنة الدراسة لدراسة موضوع السد من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والري والكهرباء، والسيسي طبعا كان موجود لأنه كان مدير المخابرات الحربية. حسب خطة بناء السد فإن أثيوبيا أعدت خطتها وشرعت في تنفيذها من 2010، يعني قبل الثورة بتسع شهور. مهدة أثيوبيا لبناء سد النهضة وعملت اتفاقية عنتيبي مع خمس دول لحوض النيل، وتنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل وفقا لاتفاقيات 29 و1959. وقبل ثورة يناير بست شهور بالتحديد في أغسطس 2010 انتهت أديس أبابا من عملية مسح موقع سد النهضة، وانتهت في نوفمبر من نفس العام من التصميم، وأعلنت اعتزامها التنفيذ في 2011. بحسب وثائق وزارة الخارجية الأمريكية اللي سربها موقع ويكيليكس في 2013، فإن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طلب من السودان عام 2010 قبل الثورة بسنة إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت أثيوبيا على المضي قدما في بناء سد النهضة. ده مين ده؟ ده مبارك طلب من السودان إيه؟ يعمل قاعدة عسكرية عشان تستخدمها قواتنا المصرية الخاصة تجاه سد النهضة. وهذه الخطة تعني أن أثيوبيا كانت عازمة على بناء السد قبل الثورة بسنوات، وانتهت من خطتها وبدأت في التنفيذ قبل الثورة بأشهر، ثم بدأت التنفيذ كما كان مقرر من 2011 دون أن يكون لثورة 25 يناير علاقة بالأمر، ولم توقع مصر في أي مرحلة على اتفاقية تخص أعمال بناء السد حتى عام 2015 حينما وقع عبد الفتاح السيسي اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا بعد الثورة بأربع سنين. يعني من تسبب في من نحن فيه هو اتفاق المبادئ اللي وقع في مارس 2015 بين البشير والسيسي ورئيس وزراء اثيوبيا. يناير لعرت كتفها لمصر ولا كشفت ظهرها. الكلام ده ما يتقالش. تمام؟ تمام. طيب الخارجيه الاثيوبيه لو تجيب لي بقى الاخبار يا معاذ بتقول لك هيتم الملء الثاني للسد في موعده. يبقى خلاص هم منفذين وماشيين وعارفين بيعملوا ايه. حسام احنا بقى بنرد نقول ايه بقى؟ حسام زكي اللي هو ما عندوش منصب في الدوله المصريه، هو عنده منصب في الجامعه الدول العربيه. سياده السفير الامين العام المساعد للجامعه العربيه بيدعو مصر لمنع النشر في قضيه السد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هي قضيه هو واحد ضرب واحد في حاره؟ هي قضيه يعني قتل ولا شذوذ؟ دي قضية بتخص الشعب المصري كله. يعني ايه تمنع النشر؟ انت مين عشان تمنع النشر؟ يعني نصحى ونسكت نبات ونصحى نلاقي اثيوبيا بتعمل الملء التاني وانت فاشل في المفاوضات وفاشل في الحل العسكري وفاشل في اي حاجة، وانا المصري اللي اتحمل مسؤولية فشلك؟ ده فين ده يا فندم؟ ده مين قال الكلام ده؟ جبتوه من اي قاموس لديكتاتورية فاشلة؟ يعني في الديكتاتوريات الفاشله مفيش كده. مفيش يمنع الشعب يتكلم دي في حاجه تخص حياته. الميه. الشعب اللي بيدفع ميه دلوقتي قد كده، الشعب اللي علشان يحط مكنه ميه في ترعه يروي بيها بيدفع فلوس قد كده، الشعب اللي بتعملوا له صيانه لترعه بيدفع فيها 10%؟ لا. طالما بدفع من حقي يكون ليا جزء في القرار. لان ده بيخص حياتي. ده ما بيخصش كرسي حد. ده بيخص حياة مصر وانت بتدفعني يبقى ليا جزء في القرار. طيب تعالى نشوف
التاريخ الكامل لفشل المفاوضات عشان نشوف يناير هي السبب ولا مبارك هو السبب ولا مرسي هو السبب ولا الاخوان هم السبب. ما في اصل دايره النغمه دي احمد موسى متبنيها، الاخوان لا مش الاخوان ولا مرسي، ومرسي واخد موقف بكلمه للتاريخ محدش يعرف يزيد عليه نقطه ومن اول السطر. ولما حسن ولما عمر البشير اتكلم عن مرسي واجتماعه مع القوى الوطنيه قال الناس في اثيوبيا كانوا مزعوجين جدا وقلقانين. ليه؟ عشان في راجل منتخب قاعد مع قوى وطنيه بيتناقشوا هنعمل ايه؟ يقولوا نضرب، يقولوا نهدد، يقولوا نتحرك. فحتى ده ما تقدرش تاخده على الراجل. مفاوضات سد النهضه في ابريل 2018 الخارجيه تعلن فشل المفاوضات. في سبتمبر 2019 الري تعلن فشل المفاوضات. يونيو ونوفمبر 2020 الخارجية تعلن فشل المفاوضات. ابريل 2021 الخارجية تعلن فشل المفاوضات. احنا بنفاوض لحد ما نموت. احنا في التفاوض ما عندناش ياما ارحميني. طب والبديل ايه يا فندم؟ اللي عايز يجرب هو بيجرب بالمناسبة، بيقول لك اهو اهو بيقول لك احنا مكملين واحنا جامدين واحنا زي الفل. اقول لك بلاش كلام احمد سمير، بلاش كلام انا، طب نسمع من لميس الحديدي، ممكن تقبلوا الكلام منها. سمعني من لميس الحديدي وهي بتقول لك 10 سنين بنلف وندور في الساقيه ومفيش جديد. ادي لميس، اتفضلي يا لميس. اذا فشلت الجوله الثلاثيه التي عقدت في كينشاسا. أيوة. بالكونغو يوم 4 و5 ابريل بين مصر والسودان واثيوبيا برعايه. أيوة. رئيس جمهوريه الكونغو. أيوة. بصفتي رئيسا للاتحاد الافريقي فشلت في الاتفاق على صيغه لاستئناف المفاوضات، مفاوضات صد النهضه المتعثره. لطيف. على مدى عقد كامل من الزمن بقالنا 10 سنين بنلف وندور في نفس النقطه صفر، وكل ما نتقدم نقطة نرجع 10 نقاط مرة أخرى. نفس الأسباب هي هي. إذا فشلت الجولة الثلاثية التي عقدت في كينشاسا في الكونغو. مش أنا. مش أنا والله، ده أهي لميسة، أهي لميس الحديد، أهي بتاعت الشيلة تقيلة عليك يا ريس مرسي سيبها، أهي لميسة أهي تقول لك فشلت بقى لنا 10 سنين بنلف حوالين نفسنا أهي، وبتقول لك إحنا يا جماعة انتوا مش فاهمين اللي حصل امبارح. بس انا اسف لو حد مش واخد باله، احنا مش فشلنا في المفاوضات، احنا فشلنا ان احنا نلاقي مبادئ نتفاوض بيها او عليها. انت متخيل احنا فين؟ احنا فشلنا في ايجاد مبادئ للمفاوضات، مش فشلنا في المفاوضات نفسها، لا ده ما احنا فشلنا في المبادئ اصلا، مفيش مبادئ نتفاوض عليها. طيب لطيف الكلام ده، لطيف خالص. مع محمد من مصر. ده انت بتقولي على حاجة تانية. وزير الري الاسبق بيقول لنا ان السد حلم اثيوبي، فكرة امريكية، فكرة امريكية من سنة 56 او 54، وحلم اثيوبي والناس مكملة في حلمها والامريكان مكملين في دعمهم. وانا اللي عايز يجرب يجرب، اتمنى انه بيجربوا. طب احنا بقى اهو هنعمل ايه؟ والكلام ده على لسان وزير راي محترم ومقدر اسمه دكتور محمد نصر علام. نسمع منه. استخدم السد ورقه سياسيه؟ طبعا. طبعا. هو الحقيقه ورقه سياسيه فروم داي 1. بس هي بقول لحضرتك الفتره اللي احنا مرينا بيها في 2011. اولا ما كانش فيه فوقان يعني. تاني حاجه ما كانش فيه ناس عندها الخلفيه التاريخيه والخلفيه السياسيه وخلافه يعني. لكن الكلام ده كله اتضح. بس ده كان المجلس العسكري. ده حلو. حضرتك كده دكتور علام بتضرب في المجلس العسكري اللي كانوا موجودين في 2011، كان المجلس العسكري يا فندم. يعني شوف بقى انت. طيب معايا